استاذ سعيد مصلح مدير اداره الصادر في ميناء شرق تفريعه، شايفك مبتسم جدا وسعيد جدا وبتقول لي ده وماسك في ايدك ورق بتقول لي دي اول شهاده جمركيه متصدره من شرق تفريعه، قول لي ايه الحكايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيد جدا بالمكان اللي احنا واقفين عليه ده. المكان ده كنت بمر عليه من 8 سنين بشغل لورديه نهار واول واخر. بنجم الطريق ده كان كل ده جبال. ما بدأ التطور بتاع شرق التفريعة والمحوري بدأ نشوف شركات كتيرة تشتغل في المكان ده اللي هو طوله 9.5 كيلو في إنجاز في خلال سنتين ونص. فطبعا أنا كنت لسه مأمور أول مدير عام كبير باحثين بدرجة مدير عام. فالحمد لله من شغلنا الواضح الاداره، نشكر الاداره اللي هي ادتنا الوضع بتاعنا اللي احنا طب ما تيجي ننسى ما نشكرش الاداره، خلينا نحكي اللي بيحصل دلوقتي ايه، نحكي للناس. احنا بنحكي للناس. انا حضرتك انا جاي الساعه 9 بالليل، انا راجل مدير اداره واول مره امسك الصادر كمدير اداره، جاي من الساعه 9 بالليل وسهران ما نمتش لغايه دلوقتي لفرحه الانجاز اللي احنا فيه ده. ايه هو بقى الانجاز؟ الانجاز اللي احنا فيه ده احنا دلوقتي فيه 3 شهادات صادر، واحد شهاده رايحه لبنان وشهادتين رايحين ايطاليا. ده حاجه انجاز وحاجه جميله. صدرين ايه؟ ايه نوع الملح؟ ملح. ملح طعام ولا ملح لا ملح خشن. ده بيخش في حاجات كتيره جدا، يعني منها ممكن للزراعه سماد، يعني سماد او بتاع او زبده الجليد او غيره. تمام. دي اول 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 مركب تظهر ونصدرها ان شاء الله من 500 متر بطول 9.5 كيلو الرصيف البحري. فان شاء الله احنا سعداء جدا. كم طن الثلاث شهادات اللي يعني الشهاده؟ في شهاده 4000 طن. 4000 طن. وشهاده 3150 طن. وشهاده 4000 طن، يعني احنا في 12000 طن تقريبا. طبعا بيعتبر المينا دي او الرصيف ده اعلى تشوين على مستوى الشرق التفريع. يعني هنا كان في مركب هنا بتاخد اقل من، وطبعا كل ما المركب بتاخد اكتر. تقريبا الشحن ده قد ايه في الساعه؟ كم طن في الساعه؟ لا وحضرتك مش كام طن في الساعه دي، حضرتك دي شهاده بتيجي بتخش، شهاده بتيجي عندي بديها تاشيره وتبدا تخش. اصل ده بيعتبر ده ملح صب، مش بيجي في شوله وبتاع. فالصب ده بيخش برضه في المركب بالصب، وده بيتجه بقى للمواني اللي هي خاصه كان لبنان او ايطاليا. وده طبعا حاجه جميله جدا، ودي بدايه وربنا ان شاء الله خير يا رب. شكرا جدا. شكرا. الله يخليك يا حبيبي. شكرا حبيبي.